الخير مشاهدينا، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الاي تي في. اليوم مساء الاي تي في بيحتفل معاكم في حلقة مميزة واستثنائية أكيد. من جد وجد ومن زرع حصد. هذا حصاد كل طالب وطالبة اجتهدوا طوال هذه السنة وخلوا أهلهم في حالة توتر، يدعون طول الليل، ينطرون نتائج إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 واللي شفناها أمس أكيد. وأكيد مبادرة من الـ ATV مثل ما عودتكم، حاولنا نجمع أكبر عدد من الطلبة الفائقين والخريجين معنا في الاستديو اليوم عشان نبارك لهم وندعمهم، وأكيد فخورين فيهم وبالنتائج اللي وصلوا لهم. حابين نبلش أول شيء مع الطالبة جود عبد الله مانع المطيري الأولى على الكويتيين من قسم العلمي. ألف مبروك يا جود. الله يبارك فيك، ما قصرتي. شنو شعورك جود؟ طبعاً شعور فرحة وفخر بنفس الوقت، يعني الحمد لله. شنو أكثر شيء واجهتيه صعب في طول هالسنة؟ خلنا نقول السنة الثانية عشر تحديداً. سنة الثانية عشر يعني أكثر شيء صعب فيها اللي هو الضغط النفسي والتوتر، أكثر ما يكون توتر دراسة بس، فإن الواحد يفكر إنه عن النتائج وكذا إنه تحدد هي القبول. فسنة الثانية عشر يعني أكثر شيء يوتر فيها اللي هو أكثر شيء يعني صعب فيها اللي هو التوتر يعني والضغط لما يحس فيه الطالب. أمس وين كنتي قاعدة ومع منو لما أعلنوا النتائج؟ أكيد مع أمي وأبوي وإخواني بالصالة قاعدين. شو كنتي قاعدة تقولين؟ ناطرة أنت الحين. شنو كنتي قاعد تحسين حزتها؟ شنو كنتي قاعد تقولين؟ شنو احساسك؟ كنتي متوقعه هذه النسبه ولا لا؟ الصراحه ما كنت متوقعه 100% كلش. اي كم كنتي متوقعه؟ يعني 99 كنت متوقعه، يعني 99 اوكي بس ما توقعت 100. 99 مكسور اوكي بس ما كنت متوقعه 100% الصراحه. حلو. وشنو شعور الوالد والوالده؟ يعني اكيد فرحانين. يعني اول شيء كانوا متوترين وياي وكذي، ويعني بعدين شوي شوي الواحد لما قام يستوعب الخبر يعني فرحه الحمد لله يا رب. اتوقع من امس ما شاء الله تليفوناتكم واسكت. اكيد تليفون الوالد يعني من امس لليوم يمكن 5000 اتصال جاء. الله يحفظه، وهذا اكيد انجاز الكل يفتخر فيه. يعني انت رفعتي راس اهلك وراس كل الكويت بهذه النسبه. للامانه استانسنا فيك من امس واحنا قاعدين نشوف الفيديوهات وقاعدين ننطر حلقه اليوم عشان نبارك لك لايف الاي تي في. الحمد لله. الله يبارك فيك. حددتي وين تبين ولا للحين ما قررتي؟ اي الحمد لله حددت ان شاء الله جامعه الكويت، كليه الطب، تخصص طب بشري باذن الله. يعني هذا كان الدافع اللي خلاك تجتهدين طول هالسنه؟ اي هذا كان الدافع. يعني كنت ابي يعني نسبه عشان يعني تضمني القبول يعني بهذا التخصص اللي انا ابي. صراحه هذا كان يعني الدافع الاول، يعني ما كنت ابي يعني ترتيب او شيء، كنت ابي قبول بالجامعه وبتخصص اللي انا ابي. ان شاء الله عسى ربي يوفقك. وننتقل للخريجه الثانيه تسنيم سمير طربوش، ودي تعرفيني عن نسبتك وفي اي قسم. انا بالقسم العلمي ونسبتي 100% من الاوائل، ويعني الحمد لله. شنو شعورك تسنيم؟ طبعا يعني هو شعور فرحة، ويعني طبعا عدم تصديق لاني يعني ابدا ما كنت متوقعة هالنتيجة. لا ما صدقت. شو صدقت يعني؟ اول شيء انا من التوتر ما قدرت اطلع النتيجه، يعني خليت ماما تطلعها. اوكي. فماما قالت لي النسبه دي، قلت لا مستحيل، يعني لا اكيد لا، تاكدي من موقع ثاني. بعدين تاكدت من موقع ثاني، حبالي الموقع فيه شيء. بعدين تاكدت من موقع ثاني، بعدين لحد ما صدقت، يعني كنت يعني ابدا يعني مو مصدقه قبل الاول. الله يوفقك يا رب. وشنو كان، منو كان قاعد معك اول شيء حزت النتائج؟ ماما وبابا. شنو كان شعورهم؟ انصدموا طبعا وفرحوا كثير، يعني الحمد لله، ويعني فرحوا يعني وصاروا يحمدوا الله وهيك. بس قلت سؤال وايد صريح، كم ساعه كنت تدرسين باليوم؟ قولي الصج. والله ما ادري، يعني هو الصراحه انا ما عمري يعني حطيت هدف اني بدرس مثلا هذا الرقم الساعات او شيء، يعني انا كنت ادرس ارتاح يعني هيك بهالحاله، يعني علشان لما يعني ادرس عدد ساعات معين اتوتر، احس بضغط اني بدرس هالعدد كبير، فيعني ما بقدر احسب تماما يعني، بس انه ممكن بين 5-7 ساعات ما شاء الله. تسنيم يقولون ان الطلبه الشطار واللي يجابلون دراستهم شويه انطوائيين، ما يطلعون وايد، ما يطلعون بالويكند، يجابلون كتبهم. انت شنو كنتي؟ لا بالعكس، يعني انا الحمد لله يعني كان عندي كثير اصدقاء، ويعني هم اصلا كانوا يعني تطلعين كل ويكند؟
ايه طبعا عادي. بس طبعا غير فترة الامتحانات. حلو. فترة الامتحانات لا ما كنت اطلع طبعا، يعني كان وقت دراسة وهيك. بس يعني انا اصلا يعني بشوف انه الواحد لازم قد ما يدرس قد ما يرتاح، يعني علشان يعني لما يرتاح بقدر يركز صح. يعني هي الدراسة مش بالوقت قد ما هي بالتركيز. فيعني بالعكس يعني الواحد لما يكون عنده اصدقاء واهل يدعموه يشوفهم يرفه عن نفسه، هذا يعني اللي يخليه يركز اكثر. اكيد. وين حابه ان شاء الله تكملين؟ ان شاء الله كليه الطب. بالنسبه للجامعه فان شاء الله يعني اطمح اني ادخل جامعه الكويت يعني حمد. ان شاء الله عسى الله يوفقك ان شاء الله. آمين. وننتقل للخريجه الثالثه اسماء عبد الله احمد عبد المقصود. الف مبروك يا اسماء. الله يبارك فيك يا هم. الله يبارك. قولي لي انت الاولى على اي قسم؟ العلمي. قسم العلمي. كم نسبتك؟ 100%. ولله الحمد والفضل والمنة. ما شاء الله الله يوفقك. أسماء حزت إعلان النتائج، أبي أعرف الشعور، كنت قاعدة مع منو حواليك؟ أنا شنو شعورك أنت لما طلعتي النتيجة؟ أنا طبعا كنت مع أبي وأمي وإخواني، وكانت أول ردة فعل لنا يعني سجدنا شكرا كلنا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما من علينا بهذا الفضل إلا ربنا سبحانه وتعالى. أكيد. فسجدنا شكرا لله سبحانه وتعالى. أكيد أكيد. عسى الله يوفقك إن شاء الله. قولي لي شنو السر، شنو اللي خلاك، او خلنا نقول مؤثر، شنو الهدف اللي خلى اسماء ان هي تجتهد طول هذه السنه وتثابر في دراستها عشان هذا اليوم؟ شنو هدفك؟ والله كان هدفي منذ البدايه ان انفع المسلمين وان انفع الاسلام وان انفع بلدي وان انفع الكويت، وخصوصا ان ابي كان يطمح ايضا لذلك، وكان يريدني ان اكون في مرتبه عاليه ايضا، فكنت اريد ايضا ان ارضي ابي وامي، فهذا هو كان هدفي. اللغة الفصحى عندك ممتازة. جزاك الله خيرا. والله وإن شاء الله الله يوفقك وتوصلين للهدف اللي تبينه والجامعة والتخصص اللي تطمحين لها. انتقل للخريج الرابع إلاري هاني سند. أول شيء اسمك وايد غريب، شنو معناته؟ إلاري يعني بهجة أو مفرح. الله، وأنا أبي أشوف ابتسامتك يا إلاري. إن شاء الله دوم هذه البهجة والفرحة. قل لي خريج أي قسم وشنو نسبتك؟ خريج علمي جايب 100%. ما شاء الله. شنو كان شعورك؟ كناش مصدقين برضه. ما كنت مصدق. لا كنا بنتصل على الأساتذة لو دي النسبة النهائية ولا 12 بس. ولا في نسبة ثانية؟ يعني على بالكم تست الموضوع. وشنو كان توقعك يعني؟ أنت ما كنت متوقع هذه نسبتك كم قلت لي؟ 100%. ما شاء الله. كم كنت متوقع؟ يعني حاط بالك والله أنا راح أجيب هالنسبة. أما كنت متوقع 99.99 بس ما فرقت إلى ري شوية. قل لي شنو طموحك، وين حاب إن شاء الله تكمل من بعد نتيجة الثانوية العامة؟ كلية الطب في القاهرة إن شاء الله. ما شاء الله الأغلب هني كلية الطب. ليش؟ شنو السر؟ إيش معنى كلية الطب؟ كلية الطب كلية جميلة، كلية فيها إبداع، فيها. وشنو التخصص في كلية الطب؟ جراحة عامة. جراحة عامة. في شيء خلاك تختار هذا التخصص ولا أنت حاب؟ لا أنا حابب التخصص، قريت عنه كتير. قلنا بعد جود صح؟ طب شنو التخصص اللي اخترتيه؟ شوف التخصصات الدقيقة أحس يعني لحد الحين ما في يعني مجال محدد ببالي. إن شاء الله على المدار 7 سنين اللي راح تكون إن شاء الله الأولى أشوف أكثر مجال يعني يستهويني ويعني أحبه، وإن شاء الله هو اللي راح أتخصص يعني فيه. يعني ودش تستكشفين أكثر التخصص. أي. وتشوفين. أي. كل التخصصات اللي تندرج تحت الطب بعدها تقررين. أكيد، لأن مهما يعني الحين الواحد يقرأ ويشوف غير لما يدرس المادة. أكيد. أكثر ويعرف. أكيد أكيد. إن شاء الله كلكم نشوفكم الدكاترة بإذن الله. إلاري قلت لي ليش اخترت طب الجراحة تحديدا؟ أيوة علشان بحب أشتغل بإيدي أكثر، بحب مش أقعد ورا ديسك وأشخص. أنا شايف نفسي أكثر في غرفة العمليات. في أحد من الأهل دكتور وحسيت أنك أنت متأثر فيه ولا لا؟ لا لا أنا حابب الطب من وأنا صغير. يلا إن شاء الله تكون أول واحد بعائلتك بإذن الله تكون دكتور. إن شاء الله. ننتقل حق الخريجة دلال بندر نور. قولي لي كم نسبتك يا دلال وألف مبروك. أول شيء الله يبارك فيك. نسبتي 99.17. ما شاء الله. شنو كان شعورك دلال أمس؟ أمس والله كنت إن حيل متوترة، وإن كنت إن أصلاً ما بشوف النتيجة، قاعد أقول إن شاء الله يأخرونها كثر ما يقدرون، إن ما بشوفها. ليش؟ كنت إن حيل متوترة ومو متوقع النسبة، ويعني كان يعني شيء. ما كنتي دارسة عدل؟ إيه والله دارسة وكل شيء، بس إن تعرفين شعور التوتر وهذا. فأول ما طلعت النسبة إن قاعد طالع شيء، إن مصدمة. أمي تقولي كم؟ أقولها 99. أمي كلها شيء حالة. شو يسمونك بالبيت دلال؟ شو يسمونك؟ إيه شو يسمونك بالبيت؟ مقلب.
صح؟ بالمدرسة. بالمدرسة بعد؟ لا بس بالمدرسة. بالمدرسة. يعني غشمرة كذي. بس ما كنتي متوقعة هذه النسبة؟ لا لا صراحة لا، كنت أتوقع 98 وكسور، بس 99 لا. ما شاء الله، وشنو حابة إن شاء الله تدشين؟ أخاف أقول طب بعد. لا ليش؟ والله بالعكس يعني تحفيز حلو حق أي حد يشوفكم. لا صراحة أنا من المتوسط، من المتوسط كان ببالي طب، وهو شيء اللي خلاني إنه لما ندش الثانوية أنا حط الهدف قدامي، فهمت؟ شديتي حيلك على أساس الطب؟ إيه، لأن أنا واحدة إن عرفتها أحب أحط إن هدف وحقق، أنا ما أحب أخليه وخلاص إنه لا يلا شيء ثاني لا. يعني هذا سر التفوق؟ إيه. يعني تنصحين كل واحد يشوفك الحين طالب سنة 11 10 طالب أقل من الثانوية، شنو نصيحتك له؟ نصيحتي إن أول شيء إنه يحط إنه يلقى له شنو هو، شنو هدفه، شنو طموحه، ويخليه قدام عينه يعني، ويسعى ويحاول. وحتى النسبة اللي جبتها ترى أنا كنت إنه مخططة خاص إن أنا إن شاء الله بإذن الله طالعة من الثانوية العامة جايبة 99، حتى إن شفتي مكتبي الأدب في حاطة 99، حاطة دكتورة دلال 99. برافو عليك. إي فأحب أحط قدامي عشان كل ما أتعب أشوف ويحفزك أكثر. أي. الله يوفقك إن شاء الله، نشوفك دكتورة. وننتقل للخريجة حور جاسم محمد، ألف مبروك يا حور. الله يبارك فيك. عرفيني يا حور عن نسبتك وأي قسم؟ بالقسم العلمي 99.91. ما شاء الله. حور شنو شعورك أمس؟ شلون أول شيء أنت منو اللي طلع النتيجة؟ أنت أخ أحد من أهلك؟ أنا وأمي كنا قاعدين يم بعض، فكنا اثنين فاتشين فوناتنا. بس فاتشين يعني تطبيق غير عن بعض. طلعت النسبة بتليفوني. وأنا إيدي قاعدة ترجف يعني مو مصدقة، وهي منتبهة على التلفزيون عشان تشوف إن الوزير يطلع، ولا أقول لها ماما شوفي كان نسبة، ولا هي تصرخ، وإحنا يعني كنا على أعصابنا كذي إن متوترين. عسى دوم إن شاء الله هذه الفرحة ودائما رافعة رأس أهلك. شنو الهدف اللي خلاك تجتهدين وتجيبين هذه النسبة وتدرسين طول هذه السنة وتقولين أنا أبي هاليوم عشان أوصل لهالمكان؟ أنا من وأنا صغيرة يعني أحب أكون أنا من الأوائل. حلو. ما يعني ما أحب أخذ مركز. ومن وأنا صغيرة أمي تبيني أصير دكتورة. ما شاء الله. لا يا جماعة لازم إنه يعني أجيب نسبة عشان والله اليوم إحنا إن شاء الله راح نقابلكم إذا صرتوا دكاترة تيون عندنا إن شاء الله، وإن شاء الله بعد صدفة تكونوا كلكم مستشفى واحد تسهلون علينا العملية. كم لي دلال؟ حور. سوري حور. اوكي، ف انه خلاص ان ابي احقق امنيتها، امنيتي، امنيه ابوي، امنيه اهلي كلهم اني اصير دكتوره، فاني اجيب النسبه اللي تدخلني طب. الله يوفقك ان شاء الله ونشوفك من اكبر الدكاتره ان شاء الله. ننتقل للخريجه ساره ابراهيم عمران، الف مبروك يا ساره. الله يبارك فيك يا رب. قولي لي نسبتك ومن اي قسم تخرجتي؟ القسم الادبي بنسبه 99.43. ما شاء الله، الرابعه على الكويت. الرابعه على الكويت. شنو كان شعورك؟ disbelief، الواحد مو مصدق. هيك فخر، في شعور فخر جوا الانسان انه اي ديت، عملتها، وصلت. حلو. فشعور يعني شعور الكلام ما بينوصف، شعور بنحس جوا داخل الانسان. الكلام ما الواحد ما بده يعبر بالكلام عن الشعور. ليش تحسي نفسك مو مصدقه لليوم؟ حاسه حلم. حلم ان شاء الله. وانت حققتي الحلم الحمد لله. انت بما انك خريجه قسم الادبي قلتي لي، شنو الخطه؟ وين ناويه؟ كليه الاداب طبعا ان شاء الله، بين ادب انجليزي واعلام. لحد الان ما في قرار. معنى هالتخصصين؟ الاعلام عندي حب للوقفه الهيك، الاعلام هيك بحسه. شنو الهيك؟ الوقفه، تافك الوقفه، الاضاءه. أيه؟ الاستوديو، الاجواء، يعني تحبين الكاميرا. يس. حلو. سبحان الله، بحس الإعلام عالم تاني مختلف عن العالم اللي بنعيش فيه. وبالنسبة للأدب الإنجليزي عندي حب للتاريخ القديم، الكتابة. حلو. القصص، المسارح، هذا بحس برضو إلي حب فيه الحمد لله من وانا صغيرة. إن شاء الله نشوفك زميلة في المستقبل، إن كان في الإعلام أو في الأدب الإنجليزي والتخصص اللي إن شاء الله يا رب تطمحي له. ختام همسك مع الخريج ناصر سعد الشمري، ألف مبروك. الله يبارك بعمرك يا رب. قل لي يا ناصر شنو أول شيء نسبتك ومن أي قسم تخرجت؟ نسبتي 99.94 من القسم العلمي. ما شاء الله. ناصر شنو كان وضعك أمس؟ بين الحلم وبين الواقع. كنت أسمع بكلمة شعور ما يوصف، لكن أمس عشتها صراحة، أمس استشعرت هذه الكلمة، شعور ما يوصف. شلون؟ ما يوصف، من اسمه ما يوصف.
بس بين الحلم بين هذا صدق كذب ادق على المساله ادق على المدرسه الحين متوتر الحين شاغل مخي الموضوع ما كنت تدرس يعني خلينا نقول من قلب اللي انت ما توقعت هذه النسبه ولا شنو كنت متوقع اساسا الموضوع مو موضوع دراسه كثر ما كان عندي موضوع اتكال على الله سبحانه ان انت كثر ما تتكل كثر ما تثق بالله سبحانه الله يرزقك هذا رزق وما حد ياخذ غير رزقه صح لكن الموضوع كان اجتهاد وتوفيق من الله أكيد. هذا باختصار هذا الموضوع يعني هم الواحد لما يقسم وقته لما يدرس يعني شلون كنت انت تواجه يعني اكيد الواحد يبي يطلع يستانس يشوف اهله ربعه وبنفس الوقت عنده حلم يبي يوصل له شلون كنت تنسق بين هذا كله ارتب اشوف الاولويات الترتيب شنو اولويتك طبعا اول شيء دراسه احنا ما داشين نلعبط هو موضوع دراسه بس بعدين يجي ان الانسان لازم يرتاح انت كثر ما ارتحت كثر ما تعطي اكثر كذا ما ارتحت راح يعني راح تبذل اكثر ما عندك يعني ما كان في حكره بالبيت اللي تخليك تزهق بس لي للدراسه بالنسبه لي لا كنت مثل ما ضاق خلقي اطلع ما اعتمد على شيء بس اهم شيء احط بالي ان انا اديت اللي علي انجزت سويت المفروض اسوي بالبيت خلاص شكرا ما اقدر ما اسوي اكثر اكثر من الزياده هذا بس وشنو ان شاء الله ناوي في المستقبل اي كليه قررت اي تخصص بالنسبه للكليه ان شاء الله يا بالكويت او برا باذن الله بس التخصص طب جراحه عامه مثل الكابتن عسى الله يوفقكم إن شاء الله ونشوفكم في التخصصات اللي تطمحون لها واليوم الاي تي في فخورة فيكم والكويت وهلكم كلنا مستانسين فيكم وإن شاء الله دائما نشوفكم من نجاح إلى نجاح أكبر اليوم الاي تي في تشكركم وتقول لكم ألف مبروك وتدعمكم من خلال هذه الهدية الرمزية والمادية دعم لجهودكم وتقول لكم يلا شدوا حيلكم المشوار توه بدايته وإن شاء الله نشوفكم في مراكز أعلى نكرم في البداية جود عبد الله المطيري ألف مبروك شهادة تكريم من الـ ATV وهدية رمزية مع هذا الورد اللي أكيد تستاهلونه في مثل هذا اليوم جود تعطيني كلمة أخيرة أو نصيحة تدرين تنصحين فيها كل الطلبة طبعا كلمة أخيرة إن مثل ما قالوا إن أغلب زملائي اللي معاي هني مهما الواحد اجتهد ومهما سعى ما حد راح ياخذ إلا رزقه يعني أي شيء يعني وصلنا له إحنا الحين يعني الحمد لله هذا ما كان إلا بتوفيق من رب العالمين أكيد. إحنا ما علينا إلا السعي إحنا علينا السعي واجتهاد لكن بالآخر هذا توفيق من رب العالمين مرات الواحد مهما يجتهد مهما يسوي إذا ربي مو كاتب له هذا الشيء يعني ما راح يصير أكيد عسى ربي يوفقكم فهذه آخر كلمة ويحفظكم إن شاء الله وعندنا تسنيم قولي لي كلمتك الأخيرة أو نصيحتك مرر المايك بس على بعض فضلي كلمتي الأخيرة يعني للطلبة سواء زملائي اللي هم هلا بادئين بمشوار أصعب مشوار أكبر اللي هو الجامعة أو زملائي الأصغر مني اللي هم هلا جايين على الثانوية العامة إنكم دائما يعني بعيدا عن الهدف أنتوا دائما حطوا ببالكم قول الرسول إنه إذا أحب أحدكم أن يعمل عملا فليتقنه يعني دائما حتى لو أنت مخطط شو تخصص اللي بدك إياه أو مو عارف أنت شو مستقبلك أنت دائما فكر إنه أنا بس بدي أتقن عملي أتقن اللي عندي أتقن اللي حالي اللي عندي لأنه لما الواحد يفكر هيك سواء أنت قدرت توصل للتخصص اللي بدك إياه أو لا أنت حتكون راضي يعني لأنه تعرف إنه هي نتيجة تعبك وهي أكيد. نتيجة سعيك لهالشيء فأديت اللي عليك بالضبط عسى ربي يوفقك إن شاء الله مشكورين ونكرم أكيد أسماء عبد الله أحمد عبد المقصود قولي لي كلمتك الأخيرة يا أسماء أنا كلمتي الأخيرة هي آية واحدة فقط دائما كنت أحطها نصب عيني يعني أضعها نصب عيني وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذان شيئان ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فتقوى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه فقط. فعلا فعلا من هالأعلى إن شاء الله والفائق إيلاري هني المؤي والله المبهج فعلا يسمونك في الكنترول المبهج يا إيلاري كلمتك الأخيرة قل لي أو نصيحتك للطلبة بس تعطونا المايك تفضل نصيحتي أنه لو أنت داخل على ثانوية عامة بلاش التوتر الزائد لان التوتر الزائد بيفقدك التركيز لو انت متوتر مش هتقدر تحلف الامتحان حتى لو انت مذاكر كويس صح فما تحطش الموضوع اكبر من حجمه هي امتحان زي امتحان وما تتوترش زياده تقرا لي بس اذا ممكن إيلاري الهداء بما ان سميناك المبهج داخل الشهاده
الهاني والتبريكات إلى الطالب إيلاري هاني سنة ماضي، وذلك لتفوقه ضمن 50 الأوائل في الثانوية العامة على مستوى دولة الكويت، وذلك على العام الدراسي 2022-2021، وحصوله على هذا المركز المميز، متمنين له المزيد من التقدم والازدهار وحياة جامعية تتوج بالنجاح والتفوق، فبارك الله الخطى وزاده علما. تستاهلون وتستاهلون أكثر منها للأعلى يا دكتور. ننتقل للخريجة دلال بندر، وقولي لي شنو ودك تختمين فيه يا دلال؟ شنو ودي شنو؟ شنو ودك تختمين فيه؟ والله شوفي أنا الحمد لله تعبت وسويت اللي أقدر عليه، والله وفقني ورزقني بالنسبة اللي أتمناها. أتمنى إن أنا إن الله يقدرني ويخليني إن أخدم بلدي وأرفع راس الكويت وراس أمي وأبوي. وعندي نصيحة حق كل طالب وطالبة إن داشين على الثانوية العامة أو إن على الثانوية، توكلوا على الله وبذلوا الأسباب وإن درسوا وإن يعني لا توترون، لأن صدق التوتر إنه شيء وايد كبير، يعني مهما تعبتوا ودرستوا التوتر يوخر كل هذا يعني. صح. فأنصحكم بالتوكل على الله وبذل الأسباب وإن شاء الله الله يوفق. عسى الله يحفظك ويوفقك. والخريجة حور جاسم محمد، قولي لي نصيحتك أو شيء ودك تختمين فيه. طبعا أول شيء وأهم شيء الواحد يتوكل على الله، يبذل الأسباب، يسوي اللي عليه وخلي الباقي عليه. أكيد. ما حد راح ياخذ أكثر من اللي يستاهله. أكيد. فبس أهم شيء إنه يتوكل عليه. ونعم بالله وعسى الله يوفقك إن شاء الله. والخريجة سارة إبراهيم عمران، قولي لي شنو ودش تختمين فيه أو تنصحين فيه الطلبة؟ بنصح إنه اللي داخل على أي مرحلة ثانوية أو مرحلة الجامعة تكري زي الأمور، خدوها زيها زي أي سنة عادية واعملوا عليكم، والباقي خلوه توكلوا على الله، وخلوا دائما عندكم حسن ظن بالله وثقوا فيه، واعرفوا انه شو ما حيصير هو حيكون خير، وادعوا دائما انه الله يكتب لكم الخير وين ما يكون. اكيد اكيد الله يوفقك ان شاء الله. ونختمها مع خريجنا ناصر سعد الشمري، يقول لي شنو نصيحتك او كلمه ودك تختم فيها. والله الصراحه كلمات واجد ولا واحده، وكثر ما اعبر كثر ما يعني ما راح اقدر اوصف حق اللي كانوا معي، خصوصا امي وابوي، يعني مصدر الدعم المادي والمعنوي. عسى الله يحفظهم. وايضا ما انسى ربعي اللي كانوا حولي، خصوصا انا راح اذكر بالذات خصوصا ربع المقلط، ما انساهم. هذول الناس لهم فضل علي وكانوا واقفين معي يعني داعميني حتى وانا اطلع زعلان، معي ربعي مالي غيرهم من بدل الله واهلي طبعا. الله يحفظكم ان شاء الله ويديم هذه الصداقه اللي تحفزك انك انت توصل اليوم لهذا المكان. اكيد بلشنا الحلقه بطاقه جدا جميله وبوجوه ايضا جميله، وهذا الدعم مو جديد اكيد على قناه الاي تي في، وان شاء الله في كل سنه راح نحتفل مع طلبتنا الخريجين والفائقين. بنكمل ان شاء الله الحلقه لكن من بعد هذا الفاصل. يا هلا.